حياكم الله لجنة التدريب من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا. خلينا نروح نسمع أستاذ علي الخفاف، صوتك الجميل وألحانك الرائعة وجهدك الملموس والملحوظ، أنت وبقية السادة المدربين في تدريب هؤلاء الأحبة المشتركين معنا. أكو صعوبات معينة واجهتكم باختيار الألوان المناسبة باعتبار أنتم دربتوا الأهوازيين واللبنانيين أيضا. تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا اترخص من استاذي واخوي الكبير مولاي ياسين اذا تسمح لي احكي، يعني اكبر مني عمرا وخدمه، يعني انت تريد تطلع شايب قولها من البدايه. لا لا بالعكس والله، بس لكبر مقامه ان شاء الله. اثنينكم شايبين هذا مجلس مشي علينا. نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليك السلام. سلامي لاساتذتنا في لجنه الخبراء ولجنه التحكيم ولجنه التدريب، جهودكم مشكورة إن شاء الله تعالى. نسأل الله العلي القدير أن يديم هذه النعمة ببركة اللهم محمد وآل محمد، وجهودك مشكورة يا حج عماد. الله يبارك. أنا أريد أتكلم عن ملاحظتين مهمة أستاذ علي. نعم. أرد أول شيء على سؤالك، أنه بالتأكيد لجنة التدريب عملت عمل يعني كبير. نعم. في تأهيل الرواد المشاركين في ميدان تحضير الألحان والإشراف عليهم ومتابعتهم. نعم. والتواصل وياهم خلال فترة المسابقة بشكل يومي، تسمع ألحانهم وتسمع أداءاتهم وتنطيهم الملاحظات لكي أن يظهرون بأفضل صورة. طيب. طبعا سألتني عن الألوان، لكل رادود إلى خصوصية من حيث الصوت وإلى خصوصية من حيث المنطقة الجغرافية اللي جاء منها. نعم. فبالتأكيد مع اللبناني نتعامل بخصوصيته، مع الأهوازي نتعامل بخصوصيته، مع العراقي نتعامل بخصوصيته، إن كان من الفرات الأوسط، إن كان من الجنوب، إن كان من اخواننا واحبائنا التركمان. فحاله طبيعيه كان يعني تقسيم العمل بشكل اكاديمي ومنهجي ومتفق بين اعضاء لجنه التدريب بشكل تام. يعني طيب، الملاحظه الاولى. الملاحظه الثانيه اللي حبيت احكي عنها، وان كانت هي خارج السياق الفني يعني، ولكن للتنويه، ولانه احنا الان حاضرين في جلسه بوجهه نظر اعتبرها تاريخيه. نعم. في تاريخ الخدمه الحسينيه، يعني انه من رخصه حج عماد ومن رخصة كل الأساتذة الموجودين، هذه المسابقة ممكن أشرف عليها حج عماد وبادر بها. نعم. وكذلك بذل الأموال والوقت وبذل يعني الجهد في سبيل إقامتها، ولكن بالتالي المسابقة ويعني هذه المبادرة هي تخص كل خدام الحسين بالعالم الشيعي كله. طيب. فمن المفترض، من المفترض أن تدعم معنويا وماديا من قبل الجميع. نعم. لأن هي منجز خاص للمنبر الحسيني، وكذلك منجز لكل صاحب موكب، لكل صاحب حسينية، منجز لكل من له باع في الخدمة الحسينية. نعم. وبالتالي على شكل الخصوص، ومع جل يعني احترامي وتقديري لجميع يعني الأطراف المترامية اللي يعيشون بها الشيعة في الكرة الأرضية، هي منجز وطني عراقي صارت في أرضنا، في أرض العراق، في أرض كربلاء. اللي نريد يعني نوصله انه يجب ان تكون جهود اللجان المشاركه والمتسابقين المشاركين واللجنه التنظيميه واشراف الدكتور عماد يجب ان يكون مشكورا، بغض النظر عن انه هنالك اخطاء، هنالك بعض الاشياء لربما كان يحتاج لها ترتيب. احنا الان نلاحظ يعني منجز على مستوى مؤسسات عالميه ممكن أن تكون ببعض الأخطاء، بعض الأشياء البسيطة، لأنه نرجع ونذكر الحكمة نقول جل من لا يسهو. نعم. ولكن المنجز بشكل عام ينظر له من باب حسن النية، وينظر له من باب أنه هذا منجز حسيني. الغاية منه شنو هي؟ الغاية منه هي إعلاء كلمة الحسين سلام الله عليه. نعم. في كل العالم. هذه أولا. النقطة الثانية، أكدنا على كثير من الأمور، أحكي بالنيابة عن جميع الأساتذة الموجودين في لجنة الخبراء ولجنة التحكيم ولجنة التدريب، أساتذتي وأخوتي وياي، أكدنا على أشياء مهمة من ضمنها هي قضية الاهتمام بالتراث. طبعاً أنا ابن مدينة النجف، وعمي أبو بشير أقاربي يصير للعلم يعني، والنعم، وعائلتنا والنعم لها باع طويل في مدينة النجف يعني. نعم. أنا يمكن ظهر الثامن لو التاسع من مدينة النجف. نعم. فأهلنا وعمامنا ويعني والدي سولف لي يقول كثير من رواديد النجف كانوا يعني يسافرون إلى محافظات الجنوب، وأبناء محافظات الجنوب يقرؤون
في مدينة النجف، وكذلك نفس الحالة متكررة في كربلاء والكاظمية وفي كل مناطق العراق. نعم. نلاحظ أنه التراث النجفي يقرأ في البصرة، التراث النجفي يقرأ في مدينة العمارة، التراث النجفي يقرأ في السماوة. كانوا رواديد من أبناء النجف مقيمين في 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 مدن مثل الناصرية، مثل حسون شيحان رحمة الله عليه وغيرهم وغيرهم. إذن التراث النجفي، التراث الكربلائي، التراث التركماني، يعني أي تراث ممكن أن تطلق عليه مفرد التراث، هو خاص بثوب الخدمة الحسينية، هو خاص بمن له باع في الخدمة الحسينية، إن كان لحنا، إن كان شعرا، إن كان أداء. يعني هاي الملاحظة حبينا نوضحها. أحسنتم. كلمة واحدة أكملها، هو كل من تجمع تخليه تحت ظل الحسين، يعني كله يصير العراق، هو عراق الحسين وعراق علي. أحسنت. فلذلك أي تراث اللي ينقره هنا، كربلاء، نجف، الجنوب، لبنان، بحرين، غير من تجمع يصير حسيني. أحسنت. وهاي اليد الواحدة احنا محتاجينها، والوحدة والكلام والاتحاد. تراث كربلاء شئنا أم أبينا دكتور، وكذلك أنت تقول لهذا وأنا أقوله والكل يقولونه، شئنا أم أبينا غزى العالم. ليش؟ لأنه من الحسين أصلا، هي قضية الحسين. كربلاء، كربلاء والتراث الحسيني والمدرسة الكربلائية، شئنا أم أبينا. الآن نشوف من الجنوب يجي يقرأ قصيدة حمزة قلي الميمون، من الشمال كذلك، من لبنان كذلك. هذا الشيء أصلا إحنا منتهين منه، والبرنامج كله كان تراث حسيني كربلائي عراقي، ما كان أكو بي ولا ذرة خطأ بنظري أنا. أسأل من الله الموفقية والنجاح، وأنه يجعل كلمتنا هي الكلمة الواحدة، كلمة الله هي العليا، كل هذن من نجمعهم تحت ظل الحسين يصير واحد. أنا إن شاء الله متفائل بالخير دكتور، وإن شاء الله لك الموفقية والنجاح. أحسنتم. أحسنتم.